بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن حاجة من الحاجات الجميلة جدا في عالم الويب، وهي السنبت. السنبت هي قطعة من الكود بتعمل وظيفة معينة، بنشوفها في المحررات وبنشوفها في كل حتة. الجوجل كروم في الديفلوبر تول بتاعته بيقدم لنا السنبت دي، وهنشوف مع بعض احنا ممكن نستعملها ازاي، او ايه الكيس اللي ممكن تنفعنا فيها السنبت دي. السنيبت يا جماعة، لو انت مثلا حد بيشتغل معاك بديلك الموقع بتاعه عشان تشيك عليه وتعمل الخواص بتاعتك التشيك الكامل بتاعك وتشوف كل حاجة قبل ما تبدأ تشتغل، بتحتاج مثلا ان انت تاخد الموقع وتاخد البيانات وترفع مثلا السكريبتات بتاعتك عشان تجرب. لكن مع السنيبت الموضوع مختلف، انت بتعمل انجكت او حقن لكل السكريبتات بتاعتك في الصفحة من الكروم، حتى لو الموقع ده اونلاين مش شرط يكون لوكال في اي مكان. يعني انت كانك بتفتح الانسبكت وتحط السكريبتات بتاعتك كلها وتعمل كل التستس بتاعتك، وبعد كده تبدا تقول للعميل انا جاهز. دي واحده من الكيسز اللي بتستعمل فيها الكلام ده. طيب هنشوف الكلام ده عملي. هفتح الديفلوبر تول خاصه بالجوجل كروم، وعندي خانه التاب اللي اسمه سورسز جواه سنيبت. عندي هنا بيج وفايل سيستم اوفررايد والكونتنت سكريبت، وعندي سنيبت. سنيبت اللي احنا هنعملها دلوقتي بنفسنا، زي ما قلنا في محررات بيكون فيها سنيبت جاهزة تعمل لك وظائف معينة، وفي محررات بتسمح لك ان انت تعمل انت سنيبت تساعدك في شغلك. نفس القصة هنا، هنعمل سنيبت جديدة هنسميها على سبيل المثال jQuery Inject. انا عايز اتأكد ان الشخص ده مثلا عنده jQuery يعني reloaded في الصفحة، ممكن الشخص ما يكونش عنده، فهعمل سنيبت تبقى فيها اصدار jQuery علشان خاطر لو الشخص مش عنده افتح السنيبت واشغلها فتعمل لي انجكت للجي كويري في الصفحه وابدا اكمل شغلي العادي. طيب هنعمل سكريبت بسيط جدا، let او var مثلا هسميه جي كويري element بيساوي document.create. هكريت element اللي اسمه سكريبت عشان ازرعه في الصفحه. ده بالنسبه للسكريبت. بعد كده هقول له ان الجيكويري element بتاعي ده dot source، السورس بتاعه بيساوي ملف جيكويري تقدر تجيبه من اي مكان، من CDN، من اي مكان، مفيش اي مشكلة خالص. لحد هنا انا كريت الاليمنت اسمه سكريبت، حطيت في السورس بتاعه الكود بتاع الجيكويري من اي CDN. بعد كده فاضل ان انا ازرعه في الصفحة، فهقول له document dot get element او elements by tag name، والتاج نيم ده هيكون اللي هو الهيد، عشان ادخل على عنصر الهيد وابدا اقول له append child عشان احط الاليمنت بتاعي ده اللي انا انشاته بنفسي جوه الهيد. فبقى عندي سكريبت بسيط بيكريت سكريبت، يحط في السورس بتاعه ملف الجيكويري او اي مكتبه تعجبك انت، بس هنا بتفهم الفكره، مالكش دعوه بالكود ده خالص. بعد كده بختار عنصر الهيد وبعمل ابند للتشايلد ده جواه، وهعمل سيف. الصفحه بتاعتي دي لو شايفين الهيد بتاعها ما فيهوش غير ملفين ستايل زي ما انتم شايفين. هدخل على السورسز وهاجي عند السنيبت اللي انا سميتها جي كويري انجكت، واقول له كنترول انتر او ران سنيبت من تحت. الران هنا عمل ايه؟ هخش على الاليمنت هتلاقي انه ضاف لي الجي كويري في سكريبت تاج جوه الهيد. اصبح عندي جي كويري دلوقتي في الموقع، وعندي الكود السنيبت اقدر اعمل له انجكت في اي وقت عشان ابدا اشتغل على الموقع بتاع العميل او موقعي او اي تيست انا عايز اعمله. طب هنعمل مثال بسيط من الناس بتعمله في السي اس اس علشان يقدروا يعملوا تيست على الموقع والعناصر كلها. ايه هو التيست ده؟ الناس بتعمل حركه انه يروح يعمل العناصر كلها، جميع العناصر في الصفحه، بيعمل لها بوردر احمر 1 بيكسل عشان يشوف تقسيمه اللاي اوت ويشوف ايه اللي مبوظ الدنيا. طيب هنعمل سنيبت ثانيه على سبيل المثال ونخليها مثلا هنا نسميها دي كانت جي كويري انجكت، هنسمي دي مثلا تيست بوردرز على سبيل المثال. دلوقتي انا عندي جي كويري موجوده، فهعمل الكود ده مبني بقى على الجي كويري خلاص. هقول له نجمه جميع العناصر في الصفحه غير لي خواص السي اس اس بتاعتها. هنقول له هيغيرها لي يعمل ايه؟ هيخلي لي البوردر بتاعها 1 بيكسل احمر، اللون الاحمر، بوردر 1 بيكسل سوليد شباك اف 00. السنيبت دي بتعمل ايه؟ بتمسك جميع العناصر اللي في الدوم تري وتخلي لي البوردر بتاعها احمر، فتستت لي الدنيا كلها
وتجيب لي البوردر عشان اشوف الموقع شكله ايه. طبعا الموقع ده شكله صغير، هنفتح موقع تاني نبص عليه بصه عشان بس تتاكدوا. هقول له كنترول انتر، زي ما انت شايف عمل لي البوردر اهو عشان ابدا اتست على الموقع واعمل اللي انا عايزه. العلامه الخضراء دي معناها ان السنيبت دي اشتغلت خلاص، موجوده جوه الصفحه، المفروض دي تبقى واضحه وتشوفوها بنفسكم من غير مشكله. طيب تعالوا نفتح اي موقع تاني ونطبق عليه الكلام ده. فتحت هنا مثلا موقع W3 Schools، دي اول حاجه جت قدامي، وهفتح الديفلوبر تول زي ما انتم شايفين. نبص بصه كده سريعه على الاليمنت، الهيد مليان حاجات ما شاء الله، ونروح نشوف السنيبتس بتاعتي. هدخل على السورس واجي عند الجي كويري انجكت. ملاحظين ايه الفرق بين هنا وهنا؟ انه السنيبت نوت ران هير، مفيش العلامه اللي بتقول لك ان هي ران هنا في الصفحه دي. هقول له ران، حط لي الجي كويري المفروض، فالمفروض الاقيها اخر حاجه اهي زي ما انتم شايفين في الدبليو 3 سكولز. بعد كده هرجع للسورس تاني واروح مشغل السنيبت التانيه اللي بتعمل لي البوردر زي ما انت شايف، وابدا بقى اعمل التيست بتاعي واشوف البوردر يحدد لي اللاي اوت بايظ ولا لا، بناء عليه ابدا اظبط شغلي واعمل التيستس اللي انا عايزها كلها. طبعا السنيبت دي المفروض تملاها السكريبتس بتاعتك والحاجات اللي بتساعدك في الشغل واللي بتوفر عليك واللي ممكن تعمل بيها بلاوي زرقاء. ممكن بالسنيبتس دي تحط تعديل معين بالجافا سكريبت في موقع انت بتزوره دايما علشان خاطر ينقذك من حاجه انت ما بتحبهاش، يلغي اعلان، يعمل مثلا تعديل في تنسيق حاجه انت شايفها شكلها وحش. ممكن تعمل حاجات بالسنيبتس دي خرافيه. انا اديت لك بس بدايه الطريق، فهمتك الفكره، وريت لك ان الميزه دي از اكزيست عشان انت تكمل بعد كده. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.